سترينجز بعمل عليها كتير. ده بقى سيشن الميكسينج. كان في سيشنز بعد كده فيها حاجه اسمها ستيم ميكسينج، اللي هو باخد التراكات دي كلها لما بقى خلاص مقتنع بيهم ومش عايز اعمل تعديلات كتير قوي فيهم، باخد بقى يعني بطلع التراكات دي مثلا في 10 تراكات ولا حاجه، بدل ما يبقوا مثلا دول كام، دول محددين 130 140 150 تراك من غير الفوكلز. انا يعني هوري كل حاجه من غير الفوكلز طبعا، ده كتير يعني، فباخدهم يعني على ستيمز بعد كده علشان اعمل حاجات ممكن تبقى تقيله شويه على البروسيسور. ده الصوت قريب قوي من الفاينل خالص يعني، ده يعتبر برضو ميكس فاينل يعني. وريكو بقى حاجة حاجة انا عملت ايه في الموضوع ده. فتعال نشغل حتة كده من النص. زي ما انتم شايفين في على الماستر باس انا حاطط تشين كده ماسترينج، هي مش بتاعت ماسترينج يعني، بتاعت ميكسينج اكتر. دي بيشتغل بيها معظم الوقت يعني، تبقى عباره عن بلاك بوكس، ده ساتوريتور، بعد كده اكيو خفيف في الهايز، بعد كده جلو كومبريسور بتاع ابلتون برضو صوته حلو جدا، وبعد كده في شاندلر كيرف بندر برضو بعمل فيه بعلي الهايز شويه برضو. ده ستايل اسمه توب داون ميكسينج، يعني انا بحط الماسترنج بلوجنز دي قبل ما ميكس، وابتدي اشيب التون وبعد كده ابتدي اميكس بقى الانديفيديوال اليمنتس من خلال دول يعني. فهنا برضو بعمل هاي بشيفت، بعمل شيلف فلاي فريكوانسيز هنا خفيف، وشويه اكيون خفيف برضو في البيس، بعلي البيس حاجه بسيطه قوي، وبعلي الاستيريو ايمج برضو تقريبا شويه حاجه بسيطه قوي. وبعد كده في ده اكيو يعني، في حاجات برضو ميد سايد وفي حاجات استيريو عادي، برضو بحاول اشيب التون شوية. عادة الحتة دي بتبقى كراودد، الحتة دي فيها بيز فبحاول اعليها شوية، الحتة دي بيبقى فيها الفوكالز فبعليها شوية في الميدل، يعني حاجات خفيفة قوي ما تبقاش يعني بتفرق. التشين دي طبعا تفرق بس ما تبقاش قرارات شديدة قوي، علشان في الاخر مفروضة يعني احل المشاكل دي جوه السيشن مش من الماستر يعني. الماستر بيديك زقة بس شوية. تعال نسمع كده بيفور اند افتر. استثناء طبعا اللاودنس ديفرنس ده، بس هي مش دي الحكايه يعني. الحكايه ان الموضوع بقى ان فرونت قوي، ما بقاش يعني اديتها بوش حلو قوي يعني. هنشوف بقى الدرمز عملت فيها ايه. عاده بحاول على قد ما اقدر اطلع الصوت من البرودكشن ستيج يبقى اولموست فاينل، فلما بحط حاجات بحط دايما حاجات على الجروبس او الاوكسز يعني. لو في برنامج تاني انا هنا عندي جروبس بتبقى زي الاوكسيريز بالظبط او الباسز، عاده هتلاقوا التراكات الانديفيديوالز معلهاش حاجه تقريبا، معلهاش حاجه خالص يعني. بحاول اطلع الصوت على قد ما اقدر يبقى صح من الاول يعني، ممكن كيو خفيف ولا حاجه، لكن الشغل الاكتر بيبقى على المجاميع يعني. تعال نشوف كده ايه اللي حصل هنا. نشيل السبز من الدرمز عشان كده الحته دي ما كده الدرمز بتاعتي ما فيهاش، انا مش عايز منها سبز لان عندي اوريدي سب بيز. هنا الرامبل ده برضو حددته في الحتة دي بس عشان ما يبقاش عشان يشغل الحتة دي بس، وعملت زي سايد تشين الف او كده، عملت برضو مالتي باند كومبريشن ان هو يبتدي كومبرس الحتة دي اكتر علشان ما تعلاش قوي، تفضل الفوليوم بتاعها كونسيستنت. الاوركسترا هيتس دي برضو عملت لها هاي باس خفيف كده. السنير دي حطيت لها سوبر ماسيف، وده زي ريفيرب كده يعني، صوته كبير قوي وصوته حلو يعني. لا في الموضوع الهاتس دي مثلا حطيت برضو زي بحط دايما، انا بعمل الحكايه دي يعني، طبعا مش هتمشي كل مره بس يعني الحكايه دي لو انا عندي انفورميشن كتير قوي نازله في بدايات البيتس، فبحاول اعمل زي فوليوم اوتوميشن كده، ده كأنه سايد تشين يعني، بس هو راوتد مع السيشن مش على تريجرد على كيك معينه ولا حاجه، وبينزل كده. حطيت
ديستورشن برضو عشان يخليه يبان اكتر. هنا الصوت ده حطيت عليه ريدوكس، ده بيقلل السامبل ريت، بيخلي صوته كرانشي اكتر. نفس الحكايه اللي في او، وقللت البيتش بتاعه والفورمانت خالص بتاعه علشان يبقى صوته ما يبقاش هاي فريكوانسيز قوي. البريك انا حطيت الكيو الاي بي اي، ده صوته بانشي جدا. بس ودي كانت الدرومز، مع يعني تعتبر ما عليهاش حاجه لان هي اوريدي من البرودكشن فيز، كانت صوتها اوريدي جاهز يعني. خش على البيز، البيز برضو ما ملمستوش في حاجه يعني، كان هو صوته كويس من الاول. برضو شلت السوبر سوبز بقى خالص اللي في الاول دي خالص عشان الاغنيه ما تستحملش ده كله. برضو بعد كده في اصوات اللي هي اتموسفيريك بادز بقى على درونز على حاجات زي كده، برضو اتثابت في حاله يعني، ما فيش حاجه يعني، شويه فوليوم اوتوميشن وحاجات زي كده. الكيز برضو زي ما هي، سلايد جيتار ده حطيت عليه حاجات كتير لان هو صوته هارش شوية، فحاولت اعالجه انا قد ما اقدر، وعلشان برضو مضايقش بقية الجيتارز حطيت عليه سوز. الفريكونسيز دي كانت مزعجة شوية، بعد كده زودت الاير بقى علشان صوته يبقى يكات يعني. سترينجز بقى عملت عليها حاجات كتير، اول حاجه حطيت سبكتر، ده سبكتر ده كانه هو بارل اي كيو وبيعمل ساتوريشن في نفس الوقت، فيعني صوته طبعا حلو جدا يعني، من الحاجات اللي صعب تعملها بالاي كيو العادي يعني. زودت الاير طبعا في السترينجز عشان صوتها يبان، عليت الحته دي شويه لسبب ما مش فاكر. بعد كده حسيت ان الموضوع محتاج شويه بيز فزودت الاي كيو هنا، وبعد كده حطيت الريفيرب ده. كان في كذا ريفيرب شغالين في نفس الوقت، بس ده كان يعني من الريفيربات الأساسية يعني. الهول دي صوتها حلو. وبعد كده حطيت ساتيوريتور بتاع ويفز، فعملت كده بيفور وافتر مبدئيا يعني على الشوية دول، فخلوهم بريزنت أكتر يعني. ودي تشين كنت عاملها للسترينجز الميدي، كنت عامل ساتوريشن كده مالتي باند يخلي الموضوع اوسع شويه، يواي اعمل زي ستيري وايدنينج بس بالساتوريشن. وحطيت اكسايتر، اكسايتر ده عاده بيبقى صوته حلو قوي مع السترينجز، ساتوريشن برضو. وبعد كده شويه كيو، بعد كده حطيت الريفيرب ده خفيف بس صوته ناتشرال قوي، والماج اي كيو ده صوته حلو قوي في الهايز. كده صوت السترينجز الاساسي خالص اللي هو يعني كان اللي هو اعلى صوت خالص عندنا، وحطيت برضو عليه شويه ميد سايد ساتوريشن. بعد كده صوت السترينجز بقى الاساسي بتاعنا اللي هو اعلى واحد يعني خالص، حطيت عليه برضو شويه، عملت اكسايتر خفيف يعني عشان برضو مغيرش صوته قوي.
تريد ساتوريشن خفيف برضو. كيو ايمجري انا عشان اوسعه شويه, وحطيت له لون نفس ال حطيت له نفس الهول اللي فوق. فرق مش كبير يعني, بس وسط البروسيسنج اللي انا عامله كتير قوي على الجروب الموضوع اختلف جامد يعني مع بقيه البلجنز وبقيه الاصوات وكده. بس وده كان الميكسينج بتاع الموضوع, وشوفكم بقى في حلقه تانية نشرح تراك تاني ان شاء الله.